اكتب ملاحظاتك ونظم مهامك بسهولة مع بوستيت. السلام عليكم. في بداية الفيديو نحب ننوه أن التطبيق باللغة الإنجليزية ويدعم الكتابة باللغة العربية ومتوفر على جوجل بلاي والأب ستور. تطبيق بوستيت الرسمي لكتابة الملاحظات يتميز بطريقة عرضه للملاحظات بحيث تم تصميمها أنها تكون شبيهة بمكاتب غالبية المستخدمين، مبعثرة لكن نعرف مكان كل ملاحظة ونوصل لها بكل سهولة. أول ما نفتح التطبيق بيكون عندنا أكثر من ملاحظة متوفرة بشكل مسبق لتجربة طريقة العرض، وبنلاحظ أنها مقسمة وكل قسم فيه أكثر من ملاحظة. نقدر نختار أي قسم ونكبر أو نصغر الشاشة عشان ننتقل بسهولة بين الملاحظات لو كان عندنا مجموعة كبيرة منها، أو نسحب ملاحظة ونضيفها لمجموعة ثانية، وإذا بنفتح ملاحظة معينة نضغط عليها. والآن عشان نكتب ملاحظاتنا الخاصة نضغط على علامة الزائد من الصفحة الرئيسية وبيطلع لنا خيارين، الملاحظة أو الكاميرا. خيار الكاميرا بيسمح لنا أننا نصور أي ملاحظة عندنا وحابين نضيفها في التطبيق. بعد ما نصور ملاحظة بيطلع لنا برواز بالأخضر عشان نحدد الملاحظة. في الخانة بالأعلى نكتب لها عنوان، وبعد ما ننتهي نضغط Create Board لإنشاء الملاحظة، وبكذا بيتم إضافتها للتطبيق. وبالنسبة لخيار الملاحظة من خلاله نقدر نكتب بخط اليد وباستخدام الألوان المتوفرة، أو نكتب باستخدام الكيبورد مع توفير إمكانية التنسيق في اتجاه الكتابة، أو إذا حبينا نضيف نقاط أو أرقام. وإذا حبينا نغير لون الملاحظة نضغط على علامة الملاحظة في الأسفل، وعشان نتحكم بمقاس الملاحظة من شريط التنسيق في أسفل الصفحة نحدد شكل الملاحظة إذا نحتاجها مربعة أو مستطيلة أو تكون بالطول. وبعد ما ننتهي بيكون عندنا طريقتين للحفظ، إما نضيفها كملاحظة مستقلة بالضغط على كلمة Add أو إضافة من الزاوية العلوية، أو نزيد عليها ورقة ملاحظات ثانية بحيث نسوي مجموعة من الملاحظات بالضغط على كلمة Add Plus في الأعلى، ولمشاركة أو حذف الملاحظات نستمر بالضغط عليها. آخر خيار للحذف، والخيار الأول شير للمشاركة، ونحدد بعدها صيغة الملاحظة إن كانت PDF أو كصورة PNG وغيرها. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.